الرحمن الرحيم، ازيك يا استاذ اشرف؟ ازاي بقناه الريف حياتي احلى قناه في مصر باذن الله، بدعمكم واشتراككم ان شاء الله تبقى اكبر قناه. يا باشا اول كلامنا صلى على الحبيب قلبك يطيب. معايا يا باشا عرض اهو 5 جول واكلين قدام، اقول بنت 5 شهور رجع يا ابني. واحد اهو يا باشا، واحد اهو، ده عامل دول 35,500، 18 و17 ونص. قوم يا باشا اتز من ورا اهي، اهو مسك ايه يا جماعه، اهي قوم قوم يا باشا. اتنين اكل على طول، ناقصين بس اشكات الرد بس يا ابو مال باذن الله يعني. والبرسيم داخل ان شاء الله، ربنا يجعلها سريعه حلوه كده يا جماعه. بسم الله يا رب، خضره جاي لهم، هو العجل بقر ابن خضره، وان شاء الله يبقى اللي ياخد ربنا ياخد حاجه ربنا يكسبه. معانا عجل تاني يا باشا اهو، بسم الله ما شاء الله، شوف العظم قعد عامل ازاي، عامل 17,500. لو واحد ضرايب بيلاقوا لكم ب 20,500 زي الناس. اه خليك زمان تخش خش يبدا اهو. معايا عجل تاني يا باشا اهو، الخلاط بيرون عامل 16,000 اهو. اه يا باشا 35,500، 17,500، 16,000. اتنين اللي على الطول، هدي الفرقه دي اعطيها، هدي راح له يا رامي يا باشا. عاملين 33,500 دول، عاملين 33,500 الاتنين دول. معايا ايدي تاني تخين اهو، شارب 3 شهور لبن، عامل 16,500 اهو. دول 5 هم بياكلوا يا باشا. يعني كان يحسب تقول يا استاذ اشرف يا بسم الله ما شاء الله 35,500 و33,500 كده عاملين 70,000 الا 1000، واحد ب 16,500 85,500، بعد دي 5 عجول ب 85,500. بحقق عجل لحم 400 كيلو ولا 500 كيلو؟ بحقق عجل صراحه 600 كيلو، 5 عجول بحقق عجل لحم، واقول بسم الله ما شاء الله يعني بتاع القرب بتاعهم راح، دول يحطوا على طول اكل على طول. عندك دريس ماشي، عندك علف ماشي، عندك حاجه تعمل مستثمر في مشروعك. ما شايفش اهم يا باشا، 5 عجول قاطعين 85,500 اهم يا باشا. ما بقولش 120 ولا 100 ولا 110 ولا الكلام ده كله. رقم تليفونه يا باشا لاي واحد عاوز يستفسر عن اي حاجه فيهم 0570-721-3 منصوره مينيت محل الدمام، تحت امر اي، تحت امر اي حد ياخد مني حاجه يتصل عليا اي استفسار، ما بياكلش سخن من السخن، اي استفسار تحت امره. خش يا باشا معايا بقى عرض تاني بتاع الرضيع. اه برضو اسعار يعني رضيع النهارده بتبدا مشروع باقل سعر، باقل سعر عشان الناس اللي تقول لي انت قايل مشروع شاري اقول بنت يوم والكلام ده امبارح في الفيديو، انا شاري اقول معاه النهارده اقول باقل حاجه 5 ايام. هات يا ابني معايا عرض اهون، واحده ايه خليط اهي، ابو الشاب اهون، هات اختها برون عطيه، دول شاريهم من عند دوار واحد في بيه بايمه، ولاد خالد، ولاد خالد بايمو يعني. انا رحت جبتهم قلت له، قال لي انا بقول له صل على النبي يا عم محمد ب 14,500، قال لي يا عم ابراهيم 14,500، تروح لقيتين ب 14,500. دول برضه، دول برضه دول صغيرين على قد، على قد برضه جسمهم برضه، واحد معاه فلوس، دول من هنا انا جبتهم ب 15,000. فاللي عاوزهم ب 15,400 على بعض حاليا بمرضي ربنا. عجل خليط براون ايا شفتوا ما، بس هو الراجل ده بيحتاج لبن ملوش تقلتين، لان راجل كبير في السن ما عندوش تقلتين رضع ولا الكلام ده. فهو العجل بتولد بتشرب مسمار، انا بروح اجيب من عند بهيمه، واي بهيمه عنده بسم الله ما شاء الله، العجل لازم تولد تشرب مسمار 4 ايام 5 يوم، بعد كده بروح اجيبها يعني، ما اجيبش اقول برضه اجيبها من يوم والكلام ده. فهو الاول الراجل بيحب يبيع اللبن، بيبيع اللبن يعني بسم الله ما شاء الله، حط بيبيع جمس على البارف، لان عنده لبن سمين فهو عارف يسلمه كويس، فهو عامل مشروع اللبن مشروع، فعشان كده ما بايه ما ضاعش عجول. قال اتنين يا باشا اللي عاوز انه مشاب ب 15,400 معاه يبقى اكل عيش. معايا عجل تاني يا باشا ابيض في اسمر اهو، اهو بسم الله ما شاء الله هون. في حاجه بس عشان المشاهد برضه عامل مشاهد غشنا، فليس مني انا ما بغشش حد، هو في حته فتاه صغيره وجايبه ناقص اكتر من 2,500، حته فتاه صغيره دي برضه من عند نفس الراجل دي عامل 9,600 جنيه، حته فتاه صغيره بس التهابات ورا، وبيحلف بالله ابن 20 يوم وعامل تجاره ابن 20 يوم عنده، فهو بيقول لي بس الورم ما اعرفش اربط الصوره ولمت شويه، دي بقى ان شاء الله بتاخد لها واحده شوفي تاكسي بس هتبقى ايه كده، واحده شوفي تاكسي بس عشان ايه الورم التهابات في بتاع الفتاه لو بس هي راحت اهي، مفيش حته صغيره اهي اهي انا باشا بفرج الزبون حاجه بسيطه خالص اهي. بسم الله ما شاء الله 12,000. معايا عجل تاني واقف ابونا اسماعيل تاني انجليزي سيميتال اهون ابن 10 ايام عامل 11,500 اهو يا باشا اهو. معايا عجل تاني بني خليط براون، واقف اسامي عجل خليط براون دون عامل 11,000 بس عجل بسم الله ما شاء الله، عجل يعني هو عجل قصير ايوه تلتنا بس عجل الفتحه من ورا زي في عجل لحم بسم الله ما شاء الله، ده عامل 11,000 يا باشا. باك راب مش خارج في لوب. اه يا باشا تحت امر اي حد. وفي اخر اللقاء صلى حبيب قلبك يطيب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.